الهزيمه مؤلمه من طبيعه الحال، ولكن تنظن انه اللاعبين خاصه في الشوط الاول بدينا بشكل جيد، خلقنا فرص، جارينا الخصم، ولكن في اخر انفاس الشوط الاول يعني تسجلنا هدف من خطا فردي. حاولنا بالقيام ببعض التغييرات من اجل انه تكون عندنا رده الفعل، كانت عندنا رده الفعل، وبالفعل يعني سيطرنا على الشوط الثاني تقريبا كله. هو جاونا 7 أو 8 فرص، مالوروزمون تالق الحارس الخصم يعني ولا مالادريس تاع المهاجمين ديالنا منعتنا باش نسجلوا. ومرة أخرى في آخر أنفاس المباراة يعني من خطأ فردي تسجل عندنا هدف ثاني. تظن أنه خلنا شوية الحظ والتوفيق اليوم والنجاعة الهجومية. عندنا مباراة بعد الغد غنحاولوا أننا نصحوا الوضع ديالنا. وكرة القدم مالوروزمون لما تدير أخطاء وما تكونش عندك النجاعة فمن طبيعة الحال غتنهزم. حنا غنحاولوا نبقاو مترابطين متماسكين، وكما قلت أننا مشينا هنا بعد الغد نكونوا جاهزين إن شاء الله. ايوا حنا العمل ديالنا من طبيعه الحال كي قلت اول شيء هو خصنا نبقاو مترابطين. كره القدم هي هذه، نحاولوا نستغلوا يعني هذه الفتره هذه باش نسترجعوا شويه الطراوه البدنيه ديالتنا وخاصه الذهنيه، لانه شفنا كما قلنا ضيعنا عده فرص بشويه تاع التركيز، كنا نسجلوا على الاقل واحد الهدف ولا هدفين. الحمد لله رب العالمين. اولا كنا متوقعين ان المباراه تكون بهالشده العاليه وبهالقوه هذه. احنا عندنا اهداف في هالبطوله هذه، احنا عندنا منتخب قاعد نعده ان شاء الله لاولمبياد باريس، بدانا من هذه البطوله، طبعا احنا بدانا في فتره قادمه، حققنا كاس اسيا مع جزء كبير من هذه المجموعه، ولكن الاهداف الان في هالبطوله هذه انه نلعب بمواليد 2001 واصغر حتى نستطيع انه يكتسبون خبرات اكثر ان شاء الله ونعدهم ان شاء الله الى التاهل لاولمبياد باريس، هذا هدف اساسي بالنسبه لنا وهدف كبير. بالنسبة إليكم كوتش، هل الخلاصات كانت جيدة كما توقعتم؟ الشوط الأول أعتقد أنه كنا متحكمين في المباراة بشكل جيد، كان طبيعي جدا الوضع البدني أنه ينزل، لا تنسوا إحنا لاعبين قبل يوم مباراة أيضا مع فريق أذربيجان، أضف إلى ذلك 1:30 أعتقد أنه وقت مش مناسب للمباراة، ولكن الحمد لله رب العالمين، في النهاية احنا لعبنا مع منتخب جيد حتى في الأعمار، أعتقد أنه يتفوق علينا في الأعمار، عندهم خبرات جيدة، كان طبيعي جدا ما حصر الشوط الثاني، منتخب المغرب نوعا ما تسيد الشوط الثاني، ولكن يعني أشكر اللاعبين أدوا أداء جيد، أداء رجولي، أداء في قتالية، في روح، وإن شاء الله القادم أفضل في المرحلة الجاية إن شاء الله. ماذا تقول عن طاقم التحكيم على أن هذه البطولة خصصت فقط للحكام التركيين وأن المجموعة الأولى فيها منتخب تركي، ممكن احتمال ملاقاة منتخب تركي بطاقم تحكيم تركي؟ والله شوف احنا نحاول يعني نركز اكثر في الملعب بعيدا عن التحكيم، احنا في مباراه اذربيجان سجلنا هدفين، انا اعتقد انها كانت كلها اهداف صحيحه. مباراه اليوم الحكم نوعا ما هو اللي شدها شوي، لكن الحمد لله انه كانوا يعني الاخوان مع بعضهم يعني نوعا ما مع رده الفعل كانوا ايجابيين وتعاونوا في المباراه واظهارها بشكل جيد، لكن احنا زي ما قلت لك عندنا هدف نبغى نطور هالفريق اكثر، نلعب 4 مباريات على المستوى الافريقي والمستوى الاوروبي، يعني البطوله انا اشوف انها بطوله افريقيه ما هي بطوله اسلاميه بقدر ما هي منتخبات افريقيه قويه نقدر ان شاء الله نستفيد من خلال المباريات معاهم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.